صيدنايا كلها وحتى مو بس صيدنايا من الشام ومن كل الأماكن بيجوا على صيدنايا نحتفل بعيد عيد التجلي. هو عيد صحيح هو عيد ديني ولكن هو عنا بيتحول لعيد بيشبه مهرجان كبير تشارك فيه كل الطوائف، تشارك فيه الفرق الكشفية المراسي. احتفالية هاي بهالمناسبة صارت بمثابة مهرجان، مهرجان ديني اجتماعي وطني ثقافي، ما صفى بس البعد اللاهوتي هو طبعا الأساسي، ما بقي بس بعد لاهوتي، في بعد وطني. هس منشوف المغتربين بيقصدوا هالعيد خصيصا من كل سنة لحتى يجوا يحتفلوا مع أهليهم، مع ناسهم، مع ضيوفهم، وهذا الشيء طبعا بيعزز تمسكهم بالأرض وبتراثهم، وبضل في خط تواصل بينهم وبين الوطن. في عنا إحياء تراث فولكلوري اللي هو العراضة، مع شيء حديث هو الاستعراض الموسيقي لفرقة مراسم رعية أجيا صوفيا. طبعا بيضلوا أشهر يحضروا لهالاستعراض هذا.